السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، ماذا تعرف عن الأشفية السبعة؟ سنتناول اليوم سبعة أنواع من الشفاء ذكرها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. فيها خير، الطب الحديث أثبت الفوائد الكثيرة لها، وهناك من يعني جرب هذه الأشفية السبعة واستفاد منها كثيرا على مدى 1400 سنة. أول شيء أنا أحب أن أقوله لك أخي الحبيب، إلجأ إلى القرآن أولا في أي ضر يمسك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ضع هذا القانون في رأسك. الطبيب يعالج وهو سبب، الدواء هو سبب، كل ما سنذكره هي أسباب، ولكن الشفاء هو بيد الله، لأن المرض هو نوع من أنواع الضر. سيدنا أيوب عليه السلام ماذا قال؟ رب إني مسني الضر، أي المرض، وأنت أرحم الراحمين. فالمرض هو نوع من أنواع الضر، فإذا ما مسك هذا الضر، أول شيء يجب أن تضع في رأسك أن الذي يشفي هو الله، وبما أن الله هو الذي يكشف هذا الضر، إذن التجأ إلى الله مباشرة والله سيسبب لك الأسباب. من أهم أسباب الشفاء أخي الحبيب القرآن الكريم، الشفاء بالقرآن رقم واحد. لماذا؟ الشفاء بالقرآن، أنا أحب أن أصحح مفهوم خاطئ لدى الكثيرين. الكثير من الناس يعتقد أن العلاج بالقرآن هو أن تأتي بآيات تقرأها، أو تأتي بشخص يقرأ عليك هذه الآيات وانتهى الأمر. لا يا أخي، القرآن نزل للتدبر والتفكر والتذكر والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت إذا لم تتفكر في القرآن لن تستفيد شيئا، لأن قوة العلاج بالقرآن، قوة الشفاء الكامنة في القرآن موجودة بين كلماته وحروفه. ينبغي أن تتأثر بكل كلمة، أن يخشع قلبك مع كلام الله عز وجل. عندما تستمع لآية من آيات القرآن، كل ذرة من جسدك تتفاعل معها، هنا يحدث الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب، كيف يكون القرآن شفاء لي؟ أقول لك أخي الحبيب، عندما تقرأ القرآن ويكون نظام عمل يومي لك قراءة القرآن، يعني لا تنتظر حتى تنزل الكارثة وتمرض ويتفاقم المرض ويستعصي على الأطباء ثم تقول أنا سألجأ إلى القرآن. لا، كل يوم اقرأ القرآن، كل يوم تفكر بالقرآن. القرآن يأمرك بأعمال البر، القرآن يأمرك بالصلاة. الصلاة تحتاج لوضوء، لطهارة. إذن أنت عندما تغسل يديك ووجهك وتمارس المضمضة وغسل الوجه واليدين وكذا، أنت تزيل عدد كبير من البكتيريا من الأجزاء الخارجية من جسدك، وبالتالي هذا نوع من أنواع الطب الوقائي، أنت تمارسه كل يوم. يعني المضمضة فيها فوائد كثيرة، غسل اليدين فيه فوائد كثيرة في الوقاية من بعض الأمراض المعدية أو تخفيفها على الأقل. فإذا عندما تلتزم بالصلاة هذا علاج، عندما تلتزم بالصيام وتكثر من الصيام، عندما تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم تسمع قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون،
هذا الصيام أخي الحبيب، هناك جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد وجامعات في ألمانيا وأستراليا وبريطانيا تدرس الآن في هذه اللحظة الفوائد المذهلة للصيام على النظام المناعي والجهاز الهضمي وحتى الكبد وكل الجسم، فوائد مذهلة، فوائد علاجية للصيام. فأنت عندما تستجيب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لك من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، طبعا ببركة هذا اليوم أو بصيام هذا اليوم 70 خريفا، كل يوم تصومه أنت تبعد جهنم عنك 70 سنة. لذلك أخي الحبيب، الصيام هو الشفاء الثاني بعد القرآن. إذن انظر معي، قراءة القرآن شفاء. عندما تطبق تعاليم القرآن، القرآن أمرك بالعفو، هذا فيه شفاء، فيه تخفيف عن القلب، لأن الحقد والغل والغضب أكبر مدمر للقلب على فكرة. فعندما تتخلص من الغضب وتهدأ وتتسامح مع الناس وتحب الخير للناس كما أمرك الله، هذا نوع من أنواع العلاج والشفاء. فإذا الله تعالى عندما يقول لك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهو القرآن طبعا، شفاء لما في الصدور، فهذا القرآن أخي الحبيب هو العلاج رقم واحد، إلجأ له. العلاج رقم اثنين أو الشفاء الثاني هو الصيام. الصيام صدقني له فوائد عظيمة جدا. كل المشاكل التي تخطر ببالك يعالجها الصيام، إلا في حالات خاصة طبعا، قد يكون المريض بحاجة لأدوية، يعني الصيام قد يكون مضرا له، هذه حالات ضيقة جدا وخاصة، ولكن بشكل عام الصيام هو علاج سحري لمعظم أمراض العصر. العلاج الثالث أو الشفاء الثالث هو العسل، والعسل ذكر في القرآن. الله تبارك وتعالى يقول يخرج من بطونها، عن النحل، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كل الأبحاث العلمية الحديثة أخي الحبيب أثبتت أن أفضل مادة شفائية في الطبيعة الآن هي العسل، فيه الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر التي يعني فيه تركيبات شفائية عجيبة. وبالتالي بما أن الله عز وجل أشار للعسل، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أشار للشفاء بالعسل، فينبغي على كل واحد منا أن يبقي هذا العسل في بيته لأنه الشفاء. إذن القرآن والصيام والعسل. الشفاء الرابع التمر. التمر هو كما يسميه بعض العلماء صيدلية غذائية متكاملة، فيه أفضل أنواع الألياف بالنسبة لمن يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فيه الحديد، فيه فيتامينات، فيه كالسيوم، مغنيسيوم إلى آخره. فالتمر يعتبر منجم للشفاء أو الغذاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. والتمر فيه بركة، التمر فيه بركة أخي الحبيب. لذلك أرجو ألا نغفل عن هذا الموضوع، وإذا استطعت أن تقتني حبات من التمر دائما في بيتك فافعل، وأن تأكل كل يوم 7 حبات من التمر، هذا أيضا فيه نوع من الشفاء الوقائي. يعني لا تنتظر حتى يأتي المرض، اعمل نظام غذائي معتمد على التمر
والصيام وقراءة القرآن، وبالتالي ستجد أن المرض يبتعد عنك. إذن أصبح لدينا القرآن رقم 1، والصيام رقم 2، العسل رقم 3، التمر رقم 4. والتمر على فكرة يعني فيه بركة، فيه بركة، فيه كل فيه عناصر غذائية كثيرة يحتاجها الجسم. الشفاء الخامس أخي الحبيب هو الماء. الماء هو طهور، ولكن هذا الماء ينبغي أن تقرأ عليه القرآن، أو على الأقل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأننا قلنا إن للماء ذاكرة، والماء يغير تركيبه الجزيئي داخل، ترتيب الجزيئات يتغير ويتأثر بالترددات الصوتية. فكأس الماء التي تقرأ عليها القرآن ترتيب الجزيئات يختلف عن كأس أخرى غير مقروء عليها الشيء. وبالتالي حاول أن يعني لا تنسى شرب كمية من الماء، ودائما اقرأ القرآن على الأقل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي رأس الشفاء، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام الشافية. فإذا الماء أخي الحبيب له مفعول السحر إذا قرأت عليه القرآن ومسحت به وجهك أو مكان الألم وشربته، فيكون سببا في وقايتك من الأمراض، وقد يكون سببا في الشفاء إن شاء الله. الشفاء السادس هو مهم جدا أيضا، شجرة مباركة، الزيتون، أو تحديدا زيت الزيتون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أثبتت عشرات الأبحاث التي عرضناها أن زيت الزيتون فيه مواد تدفع الخلايا السرطانية للانتحار، مهم جدا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي الكثيرة، لمشاكل بعض مشاكل الجلد، مهم جدا للقلب. عشرات الدراسات تؤكد أن تناول القليل من زيت الزيتون مهم جدا للوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب وغير ذلك. والقرآن ذكر هذه الشجرة المباركة، وآية النور معروفة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن أصبح عندنا الآن 6 أشفياء. الشفاء السابع أخي الحبيب، والذي ينبغي ألا يغيب عنا، وهو مهم جدا، قبل أن أقول لك سأقول لك تأثيره ربما تستغرب، مهم جدا لسلامة القلب، سلامة الأوعية الدموية وبخاصة في الفم، وسلامة الذاكرة، وهو السواك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأنا أعتقد أن السواك ليس بالضرورة هو العود الذي تستخدمه، ولو أن النبي أشار إلى ذلك، ولكن النبي يقصد عملية تنظيف هذه الأسنان بشكل جيد. فنظافة الأسنان وتدليك اللثة من خلال فرشاة الأسنان أو من خلال عود الأراك هذا ينشط هذه الأوعية الدموية الدقيقة التي يعني يصعب تدفق الدم فيها، أو يعني يترسب، أو مثلا لنقل أنت عندما تدلكها هكذا تدلكها تنشط، لأنها دقيقة رفيعة جدا، فكريات الدم أحيانا تمر بصعوبة، فأنت تقوم بتدليكها هكذا تنشط هذه الأوعية الدموية هنا الدقيقة، وبالتالي تساهم في نقل كمية من الدم أكبر للدماغ وباتجاه القلب. وأيضا
يقول العلماء في دراسة غريبة تحدثنا عنها أيضا موجودة على الموقع، عن أهمية تنظيف الأسنان لسلامة القلب ولتقوية الذاكرة أيضا. فإذا انظر معي أخي الحبيب، لو أنك طبقت هذه الأمور السبعة نظام يومي في حياتك، صدقني يعني الكثير من الأمراض ستبتعد عنك، لأن قراءة القرآن وتطبيق آيات القرآن يجعلك إنسان هادئ متوازن متفائل، ونحن نعلم أهمية التفاؤل اليوم. جامعة هارفارد تؤكد أن التفاؤل له أثر كبير في الشفاء من أي مرض، حتى مرضى السرطان المتفائل يشفى بسرعة أكبر بكثير، يستجيب للعلاج أكثر. قراءة القرآن والاستماع للقرآن يجعلك لا تغضب أبدا ولا تحزن أبدا مثلا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آيات كلها تبعث على الفرح، تبعث على التفاؤل، تجعلك لا تغضب، تعطيك طاقة هائلة للصبر والتحمل أعباء الحياة. نحن بحاجة لهذا الأمر. الذي يدمر أنظمة عمل الجسد أخي الحبيب هي الهموم. في دراسة تحدثنا عنها أن أحد أهم أنواع الإصابة بالسرطان الضغط النفسي الشديد، يمكن أن يؤدي لشيب الرأس ولأمراض كثيرة جدا الضغط النفسي الذي يتعرض له الإنسان. وبالتالي هذا القرآن العظيم ينظم حياتك، يطهر حياتك من خلال استجابتك للصلاة، يجعلك أكثر توازنا وهدوءا وتسامحا وأكثر فرحا، وهذا له أثر 90% على إطالة العمر أيضا، كما تقول جامعة هارفارد أن أعمال البر والتسامح والعفو وحب الخير للناس والعمل التطوعي وغير ذلك له أثر كبير على التمتع بصحة جيدة وإطالة العمر. القرآن، الصيام، قلنا إن كل جامعات العالم تؤكد على الفوائد المذهلة للصيام، حتى إن بعض العلماء سماه عملية بدون جراحة. الصيام يخلصك من السموم المتراكمة التي نتناولها عبر الطعام والشراب والهواء الملوث، حيث تفشل كل العمليات الأخرى إلا الصيام. كيف تخرج السموم من الجسد؟ من الجسد بالصيام. الصيام أقوى وسيلة لرفع النظام المناعي، لتجديد الخلايا المناعية. الصيام أقوى وسيلة للقضاء على الخلايا الهرمة والتالفة والشاذة والخلايا الملتهبة وغير ذلك. إذن القرآن، الصيام، قلنا العسل مهم جدا، لا تهمل ولو أن تشرب كل يوم فنجان أو كأس صغير تضع فيه الماء وملعقة عسل وتحركه وتشربه، هذا له فوائد كبيرة جدا على المدى الطويل. التمر أيضا مهم جدا، الماء المقروء عليه، نحن أحيانا الإنسان ينسى أن يشرب الماء، مهم أن تشرب كمية من الماء، مفيدة حتى لتقوية الذاكرة وتساعدك على أن تتمتع بقوة أفضل وحيوية ونضارة أكثر. طبعا بالإضافة كما قلت لكم لزيت الزيتون، وكذلك زيت الزيتون مهم جدا أخي الحبيب. زيت الزيتون يعني أقول لك بصدق غذاء لا يستغنى عنه، مبارك. النبي قال عنه إنه من شجرة مباركة، يكفي أن فيه البركة، ويكفي أن الله ضرب مثلا لنوره بهذه الزيتونة، بزيت الزيتون، قال نور على نور. وأخيرا المسواك، وهو مهم جدا تنظيف الأسنان، لأن سلامة جسدك تبدأ من هنا من الفم. نسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا وأن يعيننا على
تطبيق هذه الأشفية التي ذكرها القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أيها الأحبة الاستفادة من وسائل الطب الحديث عندما يضطر الإنسان يلجأ إلى ما سخره الله من وسائل طبية، وهي أيضا بأمر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. فأنا حقيقة يعني أنا شخصيا أطبق هذه الأشفية السبعة في حياتي، وعندما أتعرض لمرض معين مثلا إذا كان هناك وسائل للطب أدوية معينة أستخدمها، وهذا استجابة لأمر النبي تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء. وضع في رأسك دائما أن الشفاء هو بيد الله، وكل هذه عبارة عن وسائل سخرها الله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الدواء: علمه من علمه وجهله من جهله. فالتجأ إلى الله أخي الحبيب، هو الذي سيهديك للشفاء، سيهديك للدواء المناسب، للطبيب المناسب، للطريقة المناسبة في العلاج. فأحرص أن تكون دائما مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.